السلام عليكم، أنا كاثم المواكي من قسم التغذية البشرية بجامعة قطر. Athletic Performance and Nutrition in Extreme Environment اسم شيق لفصل في كتاب علمي قام أساتذة وباحثين بكلية العلوم الصحية بجامعة قطر بإصداره ومراجعته. الكتاب يسلط الضوء على أهمية وجود 3 عناصر للرياضيين لتسهيل اللعب في الطقس الحار ذو الرطوبة العالية، وهي التغذية المثالية والطاقة والمياه. التغذية والترطيب مهم من أجل تأقلم جسم الرياضيين مع الحرارة والرطوبة، لأن الإجهاد الحراري يؤثر سلباً على أداء الرياضيين في البيئة الحارة، بينما التحكم في استهلاك الطاقة والكربوهيدرات والبروتين يسهل التأقلم الحراري للرياضيين، بالإضافة إلى أن استهلاك السوائل يعوض فقد الماء أثناء الرياضة. تعتبر هذه الأبحاث العلمية وسيلة لتحقيق الأمن والسلامة للاعبي المنتخبات المشاركة بالمونديال، وعليه فإن سر الإنجازات والنهضة في مجال البحوث وشتى مجالات الدولة سببه وحدة وتكاتف جهود الشعب القطري رغم التحديات والصعوبات التي مر بها. فوحدتنا مصدر قوتنا، وكل عام وأنتم بخير.